هذا البرنامج برعاية اهلا بيكم النهارده حلقه جديده من لقمه هنيه. طيب يوم الاربعاء دايما كالعاده عارفين اكلات اولادنا زي ما اتفقنا امبارح هنحاول نعمل اكل النهارده يكون سريع ويكون متوفر في كل البيوت وفي الانجاز يعني. طيب الاسبوع اللي فات سالنا على البيتزا كتير وعملناها وناس كتير جدا اتبسطت في الموضوع والحمد لله. بعديها سالنا كتير جدا على موضوع الهمبرجر باشكاله او بكذا نوع. حبيت النهارده برضو لحضراتكم نعمل حلقه كامله على موضوع الهمبرجر او اللحوم المفرومه اللي يطلع منها لو كانت كفته او همبرجر او حواوشي او اي كان الموضوع. هنتكلم بالتفاصيل على كل حاجه ليها علاقه باللحمه المفرومه، الفراخ المفرومه، السمك المفروم، ميكس فود مشكل مفروم. الحاجات دي كلها احنا ممكن نكون شايفينها في البيت عاديه جدا، كل المقادير دي كلها موجوده بس نطلع منها اكتر من 5-7 اطباق. طيب الاكلات السريعه دايما احنا بنحبها وسهله جدا وبسيطه، لكن مش في كل مكان او مش في كل مكان مظبوط ناكل حاجه مظبوطه. في حاجات كتير جدا ممكن ناكلها في البيت احسن من الشارع، وفي حاجات كتير جدا ناكلها في الشارع بتكون شويه ليها طعم عن البيت بس مش افضل من البيت. المقصود من كلمه البيت والشارع مش ان انا بهاجم الشارع، اكيد كلنا بناكل من الشارع عادي، بس توفير وقت ده رقم واحد، توفير خامات بامكانيات اكتر او بكميات اعلى، هو ده المطلوب. ان انا ممكن بتمن سندوتش همبرجر اعمل 3 أو 4، هي دي المقصود مش اكتر من كده. زائد الحاجه بتبقى على ايدينا، يعني ايه على ايدينا؟ الموضوع طويل بس هتكلم فيه واحده واحده مع حضراتكم. عندي النهارده لحمه مفرومه وفراخ مفرومه وسي فود مشكل، العيش بقى والشيبس والبطاطس والحاجات دي كلها دي موجوده، بس اكيد مش ساندوتش هيتعمل ساده. في ساندوتش بنحبه بالمشروم، هنشوف بتعمل ازاي المشروم، في بالجبنه، في بالبيض، في بالخضروات، في بالخس، في اي كان الموضوع، هي تركيبه دي على دي بيطلع ده. الموضوع سهل وبسيط. تعال نطلع فاصل، بعد الفاصل نعيش ساندوتشات مع بعض. يلا مرة تانية مع لقمة هنية. طيب احنا كنا قبل الفاصل بنتكلم مع حضراتكم النهارده على اكلات سريعه، وبنوفر شويه وقت وبنحاول نوفر شويه في التكلفه، وبرده النزول كتير في الويك ديز او في ايام الاسبوع اكيد بتفرق مع الامهات والابهات عشان الدراسه والمذاكره والكلام ده كله. بس ده برده لا مانع ان احنا نخرج، يعني ما نحاولش برده نحاول نقفل البيبان على اساس الجو برد وعلى اساس ان مفيش محلات فاتحه وعلى اساس ان لا الخميس ده اصل الجو، لا لازم ننزل ونخرج وكل حاجه وناكل ونتبسط، لان اكيد مش هنعيش طول عمرنا في البيت اكلين شاربين نايمين مذاكرين، لازم نخرج. طيب بس المقصود من ان انا بتكلم عليه دايما في موضوع اكلات البيت، نبقى كل يوم ده طبيعي وحاجه مش هتتغير، وفطار غدا عشاء ربنا دي من نعمه يا رب فما فيهاش تغيير. اما موضوع الاكلات اللي بتكلم عليها النهارده زي الهمبرجر او السندوتشات عامه، هي مش مرتبطه بوقت معين على قد ما هي مرتبطه باللي بيحب الاكل، اللي بيحب الساندوتش ده كان صغير او كبير ملهاش علاقه بالسن خالص، والموضوع بس يتعامل بنفس. اللحمه المفرومه دايما في كل بيت معروفه وبنسيبها لحد ما نعصجها في الاخر، يعني بنجيبها فريش زي كده وبنحطها في الفريزر وما بنشتغلش بيها خالص. فين وفين لما نيجي نفتكرها نطلعها من الفريزر ممكن تعصجيها في حته مكرونه بشاميل، تحطها في مكرونه مش عارف بصلصه طماطم، يعني ملهاش شغل كتير. ومع ان احنا ممكن نطلع منها زي ما اتفقنا، نطلع منها همبرجر بطريقه او تتبيله، نطلع منها كفته زي اللي عملناها امبارح بطريقه او تتبيله، واكتر من طريقه او تتبيله كمان مش حاجه واحده، نطلع منها حواوشي، نطلع منها حاجات شرقيه كتير جدا، حاجات غربيه ليها علاقه بالموضوع. الفراخ نفس الموضوع، بس انا عايز اتكلم على الفراخ بنسبه الدهون اللي فيها. احنا اتكلمنا امبارح على الكفته، نسبه الدهون اللي ممكن اشتغل بيها لو على اي حاجه ملبسه سنه زي الكفته فباخد 30% من الدهن لو كان ضاني اللي هو اللي هي، او لو كان ملبس شويه في الكندوز اللي هي حته ملبسه تكون في اللحمه ما تكونش حمراء قوي عشان تبقى ماسكه معايا على الشوايه، ده رقم واحد. طب في الفراخ ايه اللي بيحصل؟ هل بتحط الدهون؟ بنحط نسبه الصدور والفراخ والوراك نسبه وتناسب. يعني مثلا نقول مثلا هنجيب كيلو فراخ مفرومه، لو جبت كيلو فراخ مفروم من الصدور مش هيعمل معايا كفته مظبوط، هتفك مني على السيخ او هتبقى صيصه، هتفك يعني تحس ان هي فيها ميه كتير. طيب
بنحط لها ايه؟ بنحط لها نقول مثلا ربع كيلو من الوراك المخليه اللي من غير عظم طبعا اكيد ولا اي ملبسه ولا الكلام ده خالص، تكون فيها عرق شويه ماسك يفرم كويس قوي معايا، ده بيبقى نسبه كويسه جدا. نقول كيلو لربع لحمه كيلو لربع صدور فيليه ساده على ربع كيلو فراخ وراك. طيب السي فود بقى ايه نظامه؟ السي فود لو حبيت اعمل جمبري او سمك فيليه ساده اكيد الموضوع هيبقى معايا برضو شبيه لصدور الفراخ. طب بنعمل ايه؟ لو جبنا مثلا نص كيلو جمبري عشان نعمل كفته جمبري او همبرجر جمبري او ايا كان الموضوع، لازم اجيب حته قشر بياض ملبسه برضو من عند السماك. هو عارف ان حته القشر بياض دي فيها عرق، اللي هي حته القشر بياض كلنا عارفينها بتبقى تخينه من حته ورفيعه من حته، الرفيعه دي فيها كام شوكه بس فيها عرق، فالشوك ده بيتشال وبتحط في المفرمه مع الجمبري فبيمسك كويس قوي السمك اللي احنا عايزينه. طيب دي الاساسيات. طب لو اتكلمنا مثلا على التتبيلات، تتبيله الهمبرجر في اكتر من نوع من التتبيله. ناس تقول لك بحب احط جواها كاتشب واحط جواها مستارده، وناس تقول لك احط جواها بيض ابيض بيض، وناس تقول لك احط بقسماط، وفي ناس تقول لك احط بطاطس مسلوقه، وفي ناس تقول لك احط دقيق او فيجيتار. كل واحد ليه مزاج، كل طريقه برضو براحتنا. انا هتكلم على الحاجه اللوجيك او الحاجه اللي انا باكلها او لا، او تساعدني في الطعم الحلو ولا لا، او تساعدني في التسويه السريعه ولا لا، هو ده اللي انا عايز اتكلم عليه. بس كل حاجه موجوده، واكيد مش هقدر اعقب على اي طريقه اي حد اخترعها الا لو كان يعني الموضوع اختلف، لان طريقتي يبقى كله يمشي عليها ده كلام مش مظبوط. فانا عايز اتكلم على واحده واحده كل حاجه. طيب تبلت اللحمه هي سهله جدا، ما فيهاش صعوبه، ليها اساسيات. لو كنت عاملها كفته او اي حاجه هتتعمل، البصلايه بتفرق كتير قوي في الطعم وفي الريحه وفي التسويه، ده رقم واحد. وفي الكميه، يعني لو جبت كيلو لحمه وتعملوا اي حاجه انت عايز تعملها، حط له بصلتين مش اقل من كده. البصلتين دول يخشوا معاك في مسبك، في معصج، في محشي، في مفروم، في كفته، في تسيخ، في اي كان الموضوع. دي اساسيات. طيب هتحط عليها ايه؟ تحط عليها توم. نحط عليها توم، ممكن توم باودر او توم مفروم، بس لو مفروم نشيل منه الزيت عشان ما يبقاش فيه عازل كماده دهنيه، فتبقى معايا العجينه او حته اللحمه المفرومه بتاعتي تكون مفكوكه شويه. انا عايز اتكلم بس الاول شويه قبل ما اشتغل عشان نعرف الاساسيات اللي نشتغل عليها، لان الطبيعي والصح والمظبوط قبل ما اعمل حاجه اتكلم عنها بوضوح عشان احط نفسي بدل حضراتكم لو انا ما عنديش الخلفيه عن النقطه دي، فلازم تفهمها لي اكتر واكتر عشان لما اجي اعمل حاجه ما اعرفش هي بتبوظ من ايه او هتنجح من ايه، فابقى عارف الاساسيات المطلوبه. طيب دي اول حاجه. الفراخ نفس الموضوع، بهاراتها اساسيه موجوده برده. احط عندي بصل، وممكن طبعا لو عايز احط حبه بقدونس او حبه كزبره خضراء مش هيقولوا لي لا. في السمك هعمل نفس التركيبه واحط بهارات براحتي برده، بس ممكن ادي سنه الشبت. الشبت مع معظم انواع السي فود المفروم بيبقى تيستو عالي قوي، حتى في التتبيلات بتفرق كتير. السبايسي بقى عامه او الحاجات الحاره دي في ايدينا. اختلاف انواع الكفته عامه او انواع المفروم عامه من بلد لبلد بتفرق. عندك التراكوي يقول لك احط فلفل احمر مفروم، عندك اللبنانيين ممكن يقول لك احط عندي سماق مع فلفل اخضر مفروم، عندك المصريين بنحط بقدونس مع بصل مع طماطم من غير بذر مع فلفل حار، دي حسب التركيبه. فده كله براحتنا، بس الحاجه اللي هتبقى لايقه علينا او ليها طعم كويس هو ده اللي هنشتغل عليه. كفايه كلام، تعال نشتغل. طيب هبدا اول حاجه، هجيب عندي كده بشكل بسيط، ادي بوله فاضيه عشان ابدا اعمل اول حاجه عندي همبرجر اللحمه. بجيب عندي نقول مثلا، مش عايز اكلمكم بالجرامات، نقول ربع كيلو لحمه مفرومه بس تكون ملبسه شويه زي كده. بص كده يا استاذه اهي، يعني تكون حاسس ان هي ماسكه شويه مش صيصه شويه. طيب هتعمل ايه بقى؟ هنجيب عندنا بصل مبشور، حلو الكلام اهو، مبشور ومتشال منه الميه، حلو الكلام. طيب هتعمل الهمبرجر ده بايه؟ انا هعمل الاساسيات بتاعته وهبدا بعد كده هعيش حياتي بقى، احط له بقى مشروم، احط له جبنه، احط له بيض، احط له خس، طماطم، كاتشب، مايونيز، كل الحاجات دي كلها في ايدينا. بس الاساسيات هجيب عندي بسيط قوي، بسيط لو حبيت احط يعني ربع فص ثوم براحتي مش هيقول لي لا، حلو الكلام. هجيب عندي الفلفل الاسمر، لازم فلفل اسمر في كل حاجه عشان التتبيله تبقى مظبوطه، حلو الكلام. وكمان عندي حبه ملح ناعم، حلو الكلام. وهجيب معلقه عشان نتكلم على المعايير بتاعه البهارات. بهاراتي ليها كذا حاجه، وانا بيني وبينكم البهارات طبعا هي اساس المطبخ ما فيهاش هزار، بس شرطي في البهارات العطار البلدي بتاعنا، العطار بتاعنا اللي بنجيب منه حبه البهارات ب 5 جنيه و2 جنيه، هو ده اللي بيديك تيست حلو. تاخد منه حبه بهارات ب 2 جنيه تعمل بيهم حبه شوربه معتبرين،
تعمل بيهم حبه حاجه للسلق معتبرين، يعني حاجه تبقى مظبوطه مع البصل ومع ومع. نفس الموضوع مؤخرا بقى لنا مثلا كام سنه شغالين في الحاجه دي، تروح عند العطار، دي مثلا بهارات همبرجر، دي بهارات شاورما، دي بهارات كبسه، عنده كل البهارات موجوده والطعم المطلوب موجود، فبنقول له هات ب5 جنيه من كل حاجه زي ما احنا عايزين، وبتحطها في برطمان ومكتوب عليها بهارات شاورما لحمه، بهارات همبرجر فراخ، بهارات همبرجر سمك، ده كله جيب معلقه تحطيها مع البهارات يديك التست اللي انت عايزه. زائد اللي عنده كمان العطار، اي عطار على فكره مش واحد بس معين، عنده حاجه اسمها مثبت طعم. مين اللي اخترع مثبت الطعم ده بقى؟ الجماعه السوريين في مصر بيعملوا الشاورما طعمها عالمي جدا، بس مطاعم الشاورما دايما ريحه الشاورما جايه باخر الشارع، فمثبت الطعم ده في ريحه الشاورما زائد ان بيثبت طعم الشاورما اللي في الزبادي و تبقى ليها طعم كويس قوي، فده موجود برضو عند العطارين. طيب هجيب عندي هنا معلقه توم باودر على بصل باودر، حلو الكلام، وحطيت الملح وحطيت الفلفل وزي الفل. طيب هبدا اجيب عندي اللحمه المفرومه وانزل بيها كده، حلو الكلام. طيب في حاجه تانية ممكن نشتغل بيها وبرده في ايدينا، لو جبت واحد ابيض بيض، يعني جبت بضايه وقسمتها على نصين، خدت الابيض على جنب وخدت الاصفر على جنب، الاصفر مش هرميه، حطيته عندي على جنب زي ما حضراتكم شايفين، ده همشيه برده مع ملح وفلفل وهعمله برده عيون وهيمشوا معايا على الهمبرجر. اما الابيض لما احطه كتتبيله زائد كمان يعمل معايا شويه تشميع لما يخش الثلاجه قبل ما احطه على الجريلد اكيد هيفرق معايا. خلينا نجربها برده، واحد ابيض بيض مش باين، فلفل اصلا موجود، بهاراتك موجوده، ما فيش اي حاجه تانية، عايزين نحط اي حاجه تانية ما عندناش منها، بس انا ما عنديش مش مستحب ما احط كاتشب ومستردة والتركيبه دي في قلب الخليط بتاعي. واقلب كويس جدا. مش سامعك اميره. صباح الفل. صباح النور. الو الو، صباح الخير يا اميره، ازيك؟ ازي حضرتك؟ كيف حالك؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. كله تمام؟ تمام. ازي حضرتك؟ اهلا بيك يا فندم، تحت امرك. اهلا بحضرتك، انا بحب حضرتك جدا. بسامع بقالي كتير جدا بتصل بيك ومش عارفه اوصل لك. طب معلش احنا اسفين، انا مع حضرتك اهو تحت امرك. انا كان نفسي اطلع معاك في المسابقه بتاعت يوم الجمعه. تنورينا. بس كده؟ انا بيقولوا عليا بعرف اطبخ كويس جدا يعني. بيقولوا مين اللي بيقولوا عليك؟ كل اللي ده الاكل. بس اوعى تيجي هنا نقعد نلاقي حاجات ثانيه. لا ان شاء الله. عيلتي وعيلة جوزي واهلي وكل الناس ان شاء الله. تنورينا. حاضر ماشي. وايه كمان؟ بس خلاص مش عايزه حاجه من حضرتك. هل عندك منافس ولا حضرتك لك منافس؟ ان انا اشوف حضرتك. لا لا لا، يعني انا قصدك انا وانت نطبخ مع بعض. لا ان انا يعني لما انا باجي المسابقه كده هشوفك يعني اسلم عليك. اكيد طبعا. لا انا بتكلم ان منافس مع حضرتك حد يكون ضدك يعني. لا مش عارفه حد. طب خلاص خلينا نظبط لحضرتك حد يكون منافس. وحضرتك شيف ولا ست بيت؟ لا ست بيت بس اصلا. لا مش لا بس بروفيشنال يعني. لا يا حد يقدر ينافسني بصراحه. طيب خلاص ناخد رقم تليفون حضرتك دلوقتي ونشوف حد نفس المستوى وتنورينا ان شاء الله في قرب جمعه ان شاء الله. ان شاء الله. تمام. هيحددوا لي الميعاد ولا ما بيبقاش متحدد غير لما يعرفوا؟ لا هيحددوا بحضرتك في الكنترول ميعاد. اوكي شكرا. ماشي الكلام؟ ماشي حضرتك. بشكرك جدا لصحتك، تحت امرك. مش سامعك يا هواري؟ الارقام على الشاشه. لا خد رقم تليفونها، يعني اللي بيكلمك خلاص كلمك. ما هو مش معقول حد يكلمنا واقول له كلمني تاني، فخلاص كلمنا، مش ما نغربش الناس على فاضي على الفلوس على خلاص. خلاص ما دام كلمتك خد رقم تليفونها وسجليه عندك وظبطي زي ما اتفقنا. تمام. فقلب كويس جدا، مش حاسس ان في حاجه قدامي غريبه، يعني اللحمه المفرومه خلاص بقت تمام التمام اهو. بصوا بس اهم شيء ان نقلب كويس جدا هنا، ان انا شامم ريحه الفلفل الاسمر وبهاراتي وحبه الحاجات اللي حاطها كلها، ما حطيتش لسه بهارات الهمبرجر. بجيب عندي معلقه، ادي بهارات الهمبرجر معلقه واحده بالشكل دوت، وابدا اقلب تاني. هنا بقى كده انا عملت الريحه اللي انا عايزها، اشمها باينه، اكيد مش ههزر عشان تبقى حلوه قدامي وحضراتكم بتعملوها يبقى الموضوع مختلف. دي الحته اللي بقايه دي ربع كيلو لحمه مفرومه، دي هطلع منها دلوقتي اكتر من 5-6 كور، كل كوره هتتبطط تبقى معايا ساندوتش برجر. مش سامعك. هو انا بقيت غالبا اصنجيت ولا انا فيها ودني فيها حاجه ولا السماعه فيها ايه؟ ثانيه واحده. طيب كده قلبنا كويس جدا وتمام التمام. طب عايز ايه بقى انا؟ عايز اعمل الفورمه بتاعتي وعايز اعمل حته اللحمه بتاعتي ما تكشش، ما لازم اتكلم على الحاجات دي. طيب الطبيعي في الهمبرجر قد ايه جرام؟ او الستاندر بتاعه قد ايه؟ الجماعه الامريكان او اللي هم صنعوا الهمبرجر ده ما حطوش حته اللحمه بالبركه عشان لما تخش الفرن او على الشوايه تستوي تبقى زي ما هي، اكيد بتكش اللحمه مفرومه
طيب هل لما بتحط جواها اي بهارات بتزود بتنقص من كميتها؟ لا، قال لك بنشتغل من 130 ل 180 جرام لحمه. ثانيه واحده، جيب بس طبق. من 130 ل 180 جرام. في كمان ساندوتش برجر ممكن يعمل ربع كيلو، ربنا يدي الصحه اللي ياكله، يبقى لقمه كبيره. وده موجود، ده موجود وده موجود. فاحنا بنتكلم على ال 180 دول لما نعملهم في بدايه الطبق او بدايه الكوره دي. بصوا اهي كده مثلا بما يعادل كده كوره اهي بالشكل ده. لما تبططها ودخلها شويه تتشمع هتشرب شويه من التتبيله ويبقى الموضوع معايا شويه ماسك، ولما نحطها على الشوايه اكيد هتكش. فيبقى انا 180 وصلوا لي كام؟ 140. 140 على ما اعتقد ان ده مظبوط، او يعني حجم الساندوتش مش وحش زي اللقمه دي مثلا، فهتمشي معايا. طيب في تسويات بتختلف من اللحوم للحوم. خلينا نتكلم مثلا لو حطينا، بص هتلاقيهم زي بعضيهم يعني، هي بالبركه والله، بس هتلاقيهم مقربين لبعض. في تسويات تختلف، ممكن اسوي على طاسه او على شوايه فحم او على شوايه بلاطه زي كده او على فرن. هيفرق؟ اه هيفرق. هيفرق في ايه؟ رقم واحد في الطعم، يعني طعم الشوي عامه بيفرق جامد جدا. طيب رقم اتنين يفرق معايا ايه لو عملت على البلاطه؟ تقليدي ما فيهوش اي مشكله خالص، او الطاسه. لو الفرن هيبقى سهل ما فيهوش صعوبه. بصوا كده اهو كده، تمام كده انا عملت الاربع، اتنين اربعه خمسه، خمس قطع دول خمس سندوتشات بكميه اللحمه بتاعتي اللي عملتها. طب انا عايز النهارده اعمل فورمه شكلها شيك، او اعمل الحاجه اللي تكون شكلها حلو وتبقى مناسبه معايا. مش عايز برضو اقيد حضراتكم بموضوع البلاستيك، لان مش كل بيت، يعني انا عندي مثلا في بيت مامتي مثلا اكيد ممكن ما تلاقيش بكره زي دي، فمش لوجيك. فانا عايز بس اقرب المسافه بحيث ان نبقى عارفينها. مش بطلب الناس تجيب بكر بلاستيك، بس هي لو موجوده هتبقى افيد كتير، بتفرق معايا. لحظه بس واحده هطلعك حالا فاصل. بجيب الفورمه دي لو نقدر نوفرها، دي الفورمه دي عارفينها، دي بتتجاب من عند اماكن الادوات المنزليه بتتجاب، وبجيب عندي البلاستيك وبعمل عندي زي كفر كده عليها. حلو الكلام اهو كده مثلا، حلو الكلام. وبجيب عندي الكوره بتاعتي وابدا ابططها كده بالشكل ده. حلو الكلام معايا يا استاذه؟ انا بس عايز اوسع ومش عايز اشغلكم بموضوع البكر ده، بس انا بتكلم على الموضوع عام. وبعملها كده كويس قوي، وبعد كده ببدا احطها عندي في طبق وادخلها عندي الثلاجه. بص كده يا استاذه، خدت بالك؟ بس هي ما هياش قصه ولا فيها اي حاجه خالص. فدي بعد ما بعمل كده مفروض ان انا دلوقتي اشوي او اشتغل على طول. مش هتقولي لا، بس الافضل والاحسن والاصح تخش جوه شويه تتشمع. هو انت كل حاجه تعملها تتشمع؟ اه. ليه؟ لان ايدينا دي واحنا بنضرب كويس قوي اللحمه المفرومه بتسخن اللحمه. فاللحمه الطبيعي لما تكون فريش ما بتستويش وتبقى حلوه. يعني لو ذبحت دلوقتي خروف او عجل وخدت لحمه طبختها مش حلوه، في ناس تحبها، بس الطبيعي تتشمع، تنشف اللحمه، تاخد حبه هواء فيطلع منها اي حاجه احنا مش عايزينها، فده مظبوط. فنفس الموضوع في اللحمه المفرومه او في اي حاجه مفرومه، حاجه تتشمع شويه، دي تخش الثلاجه تتشمع شويه، بعد كده تطلعها على الشوايه بمعلقه زيت، على الفرن بفرشه زيت بايدينا. تعالى اطلع فاصل ثم نواصل. اهلا بكم مره تانية مع لقمه هنيه. طيب قبل الفاصل كنا احنا خلصنا حوار اول طبق برجر. لازم نتكلم في التفاصيل زي ما حضراتكم عارفين عشان نبقى واضحين في موضوع التسويات وموضوع التتبيلات واللي بيكش واللي بيغش والكلام ده كله نبقى عارفينه. طيب عايز اخش في الطبق الثاني، طبق الهمبرجر الفراخ. همبرجر الفراخ هو طبق جميل جدا وسهل ما فيهوش صعوبه، ولكن احنا ساعات بنتفاجئ في معظم انواع مطاعم والله اعلم يعني حسب الاماكن، ما بناكلش الهمبرجر الفراخ فيه فراخ مفرومه. تحس ان هو حاجه زي الفول الصويا شويه. هي مش فراخ ولا هي فراخ، انا مش عارف ايه الموضوع، ولكن لازم اتكلم عنها شويه. ان هي مش فراخ زي دي، انت في البيت هتعملي فراخ بلدي او فراخ بيضة او فراخ مفرومه او فراخ فريش، فمن الاول وفي الاخر انت عارف بتعمل ايه. هي دي اللي بتختلف. ده مش معنى كده ان مفيش محلات فيها حاجات بلدي، ده في كتير جدا وفي انواع كتير جدا همبرجر حلو جدا جاهز، يعني بنشتريه بالعلبه وبنقطع المقص ونخش على طول على الشوايه، او وانواع محترمه جدا معروفه ما فيهاش هزار. بس انا بتكلم في فكره اللي ده موجود وده موجود، فلازم نبقى عارفين ده وعارفين ده. طيب هعمل الفراخ
بشكل بسيط جدا. بس انا وانا شغال مع حضراتكم جبت عندي حبه ديماجلاس سبتهم عندي زي ما حضراتكم شايفين كده مع نص كوبايه ميه تقلوا شويه. هتعمل بيهم ايه؟ هنشوف واحده واحده. جبت بيضتين وحمرتهم اومليت عادي جدا عشان برضو لو عاوز اشتغل منهم مفيش مشكله. طيب عايز اعمل تتبيله الفراخ على السريع وما فيهاش برضو حكايات كتير ولا فيها صعوبه في التتبيله والحاجات دي كلها. طيب البصلايه المفرومه هي هي ماشي الكلام. وكمان عندي هنا بقى كزبره مفرومه على بقدونس. حلو الكلام. التوم بتاعي لو عايز مش عايز برضو براحتي مش هقول لا. فلفل اسمر وبراحتي برضو لازم كده. وكمان عندي التوم باودر على بصل باودر التست بتاعي بيبقى موجود برضو. وحبه ملح نقول معلقه حلوه. وعندي كمان بهارات برجر الفراخ. وعندي كمان حبه بابريكا اللي هو الفلفل الاحمر اللي مش حار بيخلي معايا اللحمه او الفراخ بتاعتي تكون محمره شويه. حلو الكلام. ده تتبيلتي. حط عليها كمان ايه؟ نحط عليها كمان واحد ابيض بيض زي الهمبرجر التاني اهي. ماشي الكلام كده احنا واضحين مفيش اي مشكله خالص. هجيب عندي نقول كميه اللحمه المفرومه من الفراخ اهي وابقلب براحتي خالص لحد ما نلم كل الخضروات اللي حطيتها كلها تبقى كلها عجينه واحده معايا اهو كده. دي لما تخش بقى التلاجه هتتشمع اكتر واكتر فالموضوع هيبقى باين ان في حاجه فيها ريحه حلوه حتى من دلوقتي من التتبيله بتبان. اقلب كويس اهو. لازم الخليط كله يبقى مع بعضه اهو. نقفل شويه البوله كده عشان ما تجريش معايا يا استاذه. تمام اهو كل حاجه بقت زي بعضيها وتمام التمام. الكميه بتاعتي زي ما اتفقنا اهي هطلع ال 180. مش عايز والله اشخيلكم بس خلينا نقول كوره بالبلدي كده يعني واكور كده. حلو الكلام اهو. ممكن لو انا ما عنديش الفورم اللي انا عملتها اجيب بوله زي دي ماشي الكلام وراح اعمل كده اهو. بص كده هوري اهو وراح اعمل ايه؟ جاي اعمل كده منزلها بالشكل ده معايا وهبططها كده وهتمشي معايا برضو مش هتقولي لا. يعني احنا ممكن نخترع اي حاجه على فكره مفيش حاجه معينه هتقف قدامنا او نعملها على شكل كعكه كده اهو شويه حلوه كعكه دي كده 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 اهو ونبدا نعملها زي الطعميه اهو بس اكبر شويه عشان لما تكش ما تبقاش متفاجئ بيها اهو. ماشي الكلام. ده في ايدينا ده كله. انا في جزء بقى حاطه في الفرن عشان اعرف برضو اخبار التسويات ايه هنشوفه دلوقتي مع حضراتكم غير ان نحطه حالا على الشوايه بس لما تسخن كله حاجه عايزين نعرف ايه موضوعها اهو. ادي الكميه بتاعت اللي انا عايزها كده. هنا بقى انواع الصوصات اللي بتتحط وكمان بقيه الحبشتكنات شويه بتتحط على الساندوتش هي بتدي طعم اكتر. الخس النظيف الكابوتشا عندي لو خس بلدي برده ما عنديش مانع. عندي بصل متقطع حلقات عندي طماطم متقطعه حلقات عندي فلفل الوان حلقات. الحاجات دي كلها تفرق معايا كتير قوي في الطعم. وكمان مع الصوصات لو حبيت زي مثلا لو عايز احط عندي مثلا كاتشب او مايونيز او مستردة او اي حاجه ده كله في ايدينا. خلينا نبص على الفرن. تعالي كده يا استاذه بعد اذنك. شايفه ايه؟ دي اللحمه محطوطه بالشكل ده اهي. هجيبها اطلعها بس عشان تبان اكتر عشان انا مش شايفها لكن انتوا مش شايفينها. بسم الله اهو قطعه اللحمه اهي شايفينها يا استاذ كده. سيبها بقى تنشف خالص وتاخد تسويتها وتبقى تمام التمام ونشوف ده في الفرن. لو عايز احطها على الشوايه شوايتي شغاله ما عنديش اي مانع. هجيب عندي بوله فاضيه معلقه زيت اهي فين الفرشه وادي الفرشه والمع كده بالشكل ده عشان ما احرقش الحاجه. واجيب عندي حته الفراخ بتاعتي وابدا بسم الله واسيبها تاخد وقتها. اما اللي عملته لازم يخش التلاجه يتشمع عشان زي ما احنا عارفين ايدينا سخنه عليه وفي ابيض بيض فالتتبيله لازم تاخد حقها وقتها. تمام ده يعيش حياته ونسيبه مش هيقولي لا.
ماشي الكلام. طيب الاومليت طبعا بيض عادي جدا ما فيهوش اي صعوبه. ممكن بقى نحط حاجتنا كمان الازيد والاحسن، ان انا اقدر اعيش حياتي في خيار مخلل، فلفل مخلل، الحاجات دي كلها بتفرق معايا كتير قوي لما بحطها في الساندوتش بتاعي. طيب السمك بالمره نتبله عشان ندخله الثلاجه عشان يتشمع شويه، وبعد كده نخش بقى براحتنا في كل الصوصات اللي هنعملها او الحشو للساندوتش اللي هنعمله براحتنا خالص. السمك او الجمبري او الكفته عامه السيفود ما بتحلوش عامه غير ما تكون معموله مظبوط بالشبت، الشبت والكزبره الخضراء. بس انا احط شبت بس لاني انا قسمت حاجه حاجه على كل طبق، ما خيلكمش معايا في كل المقادير، وده زي ده يبقى الموضوع كده فيه اختلاف كتير. طيب هتعمل ايه بقى؟ تكلمنا عن النسبه والتناسب، خلاص جبنا كل حاجه، حط بهاراتنا. بس مش هحط عندي ولا بهارات همبرجر فراخ ولا لحمه، اكيد هحط عندي توم باودر عادي بس هزود الكميه، ادي معلقه كبيره، معلقه بابريكا، معلقه ملح، مفيش بهارات تانية زي ما اتفقنا، فلفل اسمر، حلو الكلام، والشبت زي ما اتفقنا كده، وفص ثوم، ومتشكرين. دي هقلبها على كده على طول اهو، وهتشم النار دي في اقل من دقايق، ومش هديها ابيض بيض، يعني دي انا مش هديها ولا ابيض بيض ولا اسمر بيض، دي هتتقلب كويس جدا، وبعد كده تتقور عادي جدا بمعاييرها وكل حاجه، وتتعمل عندي على الشوايه على الطاسه براحتي خالص، مفيش اي مشكله. يا مدام جميله صباح الفل. صباح الخير، ازيك يا استاذ علاء؟ اخبارك عامله ايه؟ الحمد لله كله تمام الحمد لله. حاجتك الجميله اللي انت بتعملها كده، ربنا يخليك يا ماما ويديك الصحه يا رب، ربنا يخليك اموريني امر. انت عامل ايه؟ الحمد والشكر لله كله زي الفل والله يا ماما. كله تمام. والله حضرتك يا استاذ علاء انا مستمعك. بقول لحضرتك نفسي تعمل لنا شركسيه. يا سلام، عينيا الاثنين. وايه كمان؟ او حاجه ثانيه، ونفسي اطلع مع حضرتك اعمل اكل. يا حاجه انت بتتكلمي كلام كبير قوي. ده احنا اللي نفسنا تشرفينا انت واي ام بتنورنا، ازاي تقول كده؟ لا يا ماما. طيب صلى على النبي يا ست الكل. ايوه دلوقتي في حد من شويه اتكلم وقال نفس الموضوع، انت ماهره في الطبخ ولا اي نص نص؟ لا لا انا الحمد لله كل اللي بياكل الاكل بتاعي بيقول لي ما شاء الله عليك. الكلام ده لسه مكالمه من شويه. جايب نفسه؟ والله العظيم. طب خلاص متفقين يا هواري، ادي المكالمه الاولى والمكالمه الثانيه، الاثنين اقرب جمعه ينورونا. ماشي الكلام؟ ربي يخليك يا استاذ علاء، بس انا الرقم بتاعي مش بيدولي صح. حالا 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 دلوقتي. حاضر. حاجه ثانيه؟ ماشي ماشي يا رب يخليك. عينيا يا ماما، هتشرفينا ان شاء الله في اقرب وقت انت واختنا الثانيه. تمام الله. تحت امرك يا ماما، بشكرك جدا وبشكر اتصالك. انا في حاجه غريبه في ودني، انا مش عارف انا ما بسمعش كويس ولا انتوا بتعملوا ايه، مش عارف، بس ما علينا. مش سامعك انت اللي صوتك واطي. طب وانت صوتك واطي تتعبيني معاكي ليه؟ ماشي بص بقى هنا يا استاذتي العزيزه، الهمبرجر انا بشوي حاجه بطريقه عاديه جدا اهو، فهو ده لون البرجر احنا عارفينه، وهي دي التتبيله، وهو ده الشكل اللي اي حد فينا يحس ان هو يقدر ياكل لقمه عيش بلحمه متبله مظبوطه. الشكل هو من العنوان، والريحه بتبان جدا، واللي في الفرن شفنا نفس الموضوع. الحاجه لو ما اتعملتش يا جماعه من البدايه مظبوطه، الاحسن ما نطبخهاش، بنضيع وقت وبنضيع فلوس وبنضيع مجهود وبنهرس باي حاجه مش هتتاكل، لان اولادنا واحنا كمان بنحب الاكل، مش حبا عشان جعانين فعايزين نشبع، اكيد لا، الحاجه ليها مزاج. ممكن حابب مكرونه بس صوص طماطم ولا اطخن شيف في الدنيا يعمله، حضرتك تعمليه بس بمزاجك، مش بمزاج علاء ولا بصوص ابيض ولا باخضر، لا، حبه دمع عاديين بس يطلعوا كويسين. انا لحد الان باكل طبق المكرونه البلدي القديم بتاع امي، ما اعرفش شكله في حته دي خالص ولا هعرف اكله، اللي هو ممكن عادي جدا بكل صراحه يعني تلاقي الحله اخرها ملسوعه. لحد الان انا اكله ما اعرفش اكله غيره، ولا اقول لمراتي ولا اخويا ولا خالي ولا هو ده كنافه بتاع زمان اللي في الصينيه السلستين اللي هي الالومنيا دي، اللي هي كانت بتحشي بس سوداني وزبيب وجوز هند في رمضان، لحد الان ما اعرفش اكل غيرها، ولا تقول لي محل ايه ولا محشيه ايه. في حاجات ما ينفعش تتغير الا لو اتغيرنا احنا بقى. فالاكل يا جماعه مزاج، فلازم نعمل حاجه اللي نحبها عشان نتعود عليها ونعود اولادنا عليها. في موضه وفي الوان واشكال وحاجات كتير كل يوم، بس الاساسيات ما بتتغيرش. هنطلع فاصل ثم نواصل.
اهلا بيكم مره ثانيه مع الامه هنيه. طيب هو ما خدش تسويه عامه، بس في فرق ما بين الشوي اللي على الجريل عايز اوريه حضراتكم برده، وفي فرق ما بين اللي داخل الفرن. ده اللي قدام حضراتكم ده هو اللي على الشوايه الفراخ معايا يا استاذه كده، وده اللي داخل الفرن اهو. بصوا حضراتكم اللي تفرق، اللي فارق مش اللون، هو اللون طبعا اكيد في لون حلو كل حاجه وتمام تمام، بس طبعا اكيد ده ليه ريحه وده ليه ريحه. تسويه الفرن مختلفه تماما عن الشوايه الجريلد او الفحم. يعني احنا بططنا ده وحطيناه قدام حضراتكم هنا، ده بططناه ونفخ شويه جوه لان كان مشمع كويس، فده موجود وده موجود، ده اللون وده اللون. اهم شيء التسويه مظبوطه. ده السي فود سايبينه برده ياخد وقته، مش ياخد مننا وقت كتير ويعيش حياته تمام تمام. طيب والهمبرجر الثاني زي ما حضراتكم شايفين طلع برده زي الفل. طيب عندي بصلايه ناعمه جدا مع معلقه زيت بسيطه جدا ما فيهاش اي صعوبه خالص، وبقلبهم مع حبه مشروم فريش، هعمل بيهم حبه صوص يبقى ماشي معايا كده لطعم. صوص الدم جلاس دايما بنجيبه من السوبر ماركت في علبته في كيسه، ونقصه ونحط عليه كوبايه الميه ونضربه ويبقى عادي. خدت منه معلقتين حطيتهم عندي على نص كوبايه ميه وقلبتهم، بس انا مش عايزه يكون تقيل خفيف ولا ايه، عايزه يكون كده. بص حضراتكم التقل ده عشان لما المشروم ياخد سوتيه ويبقى ليه طعم كده مع الفلفل الاسمر فقط لا غير، مفيش ملح، هيبقى الموضوع معايا كويس قوي. البيض الاومليت طبعا زي ما حضراتكم شايفين اي حد يخش يعمل حبه بيض مش مشكله، بس ده كله التركيبه. وعندي الخيار المخلل هنقطع، بس انا سالت ان ممكن يكون عندنا هوت دوج اكتر من كده، كنت عايز اعمل كام ساندوتش كمان بس مفيش غير واحده بس، فالهوت دوج ده برده هعمله حالا يمشي معايا ساندوتش برده في اي طريقه على السريع، بس ممكن تكون طريقه ظريفه. ناس تحب تطلعه من الفريزر تحطه في الميكرويف ويشتغل على طول، ده غلط. اي لحوم مجمده تطلع من الفريزر لازم تفك على ميه بارده او من غير ميه في الرف التحتاني، دي طريقه سليمه جدا للاكل الصحي، غلط ولا يجوز نحط من الثلاجه او الفريزر عفوا على الميه السخنه. تكوين البكتيريا والفيروسات للاكل بتتكون بسرعه كبيره جدا، ده مش كلامي ده كلام دراسات ومعروف. الحاجه اللي بتطلع من الثلاجه مفرزه لازم تقعد وقت طويل جدا براحتها تفك، في سرعه في تكنولوجيا جديده ميكرويف في ميه سخنه، كل ده كله انا بتكلم بكل صراحه مش صحيح. واسالوا الكلام ده لازم يكون عندنا وعي بيه شويه، في نقطه ان انا عفوا لقيتها حتى يعني في بيتنا بس ما يعرفوه يعني ما نعرفش، طلعت كيسه اللحمه من الفريزر حطوا في ميه سخنه، فيعني ده غلط مش صح. يا مدام هويده صباح الفل. السلام عليكم. عليكم السلام، ازي حضرتك عامله ايه؟ كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيبه يا فندم، ربنا يخليك، اخبارك انت ايه؟ الحمد لله كله تمام؟ الحمد لله. بقول لحضرتك قولي لي امر. انا كنت عايز اعرف اللحمه اللي انت حطيتها في الفرن دي نوعها ايه، ودي همبرجر ولا ايه ده؟ لحمه همبرجر لحمه بلدي مفرومه. لا يعني نوعها ايه؟ كندوز. كندوز؟ كندوز. بس طب ممكن لو سمحت الطريقه بس انا فتحته متاخر. مش سامعك. الطريقه عشان انا فتحت حالا بس خدي بالك. نعم. وانت عند الجزار قولي له اديني اللحمه تمشي همبرجر يكون فيها عرق ملبس. عرق ايه؟ ملبس. ماشي. عشان ما تبقاش خفيفه لو هي لحمه احمر. ماشي. وهقول لك على الطريقه حالا دلوقتي. ماشي الكلام. حاجه ثانيه؟ ربنا يخليك شكرا. وهقول لك على طريقه الفراخ والسمك والجمبري. شكرا جدا ليك. شكرا. يا ريت طريقه البسبوسه. مش سامع. البسبوسه. البسبوسه علينا الاثنين. حاضر. ماشي شكرا. تحت امرك، شكرا جدا ليك. تمام. هقول لك حاضر على طريقه، نزلي معلش يا رضوى ثاني المقادير وثبتيها شويه بتاعت الهمبرجر. بص المشروم ده انا عايز يكون تقيل شويه كده، خيار المخلل هقطعه على السريع بالعرض او بالطول حسب اللي نحبه عشان ابدا خلاص وقتنا خلاص بدا يخلص كده. ده هيبقى معايا حشو مع الساندوتش اللي انا عايز اعمله كله، بيبقى طعمه كويس جدا. عند الخس بانواعه، اي خس بنحبه طبعا مفيد جدا، ولو خدتوا بالكم يا جماعه شويه ان انا بتكلم فيه النهارده اكتر حاجه البيتي، اللحمه اللي احنا نقدر نعملها على السريع بكميات كتيره. طيب الخيار خلاص تمام، الفلفل والبصل والطماطم والزيتون والمشروم والجبنه كمان اللي هي السلايس دي بالمره نبدا نفتح فيها عشان نشتغل، والهمبرجر شغال على الشوايه، والهوت دوج ده شويته انا مش هعمله غير شوي، هنشوف شكله عامل ازاي بالشوي. وده كمان ريحه السمك، انا خد بالكم عامل عازل ما بين ده وبين ده لازم يكون بعاد شويه. والتسويد ده غير التسويد ده خلاص خلص، بس انا سايبه كده يعني موطى عليه النار تمام، وده اقل من دقايق ويطلع هو كمان. البطاطس في بطاطس حروف وفي بطاطس شيبس وفي بطاطس صوابع، اي حاجه بنحبها ماشي الكلام. تعالى نعمل لقمه على السريع، وانا بحب بصراحه ربنا
لقمه العيش اهي فريش اهي كل حاجه، بس تدفى شويه على الشوايه. نجيب سكريبر او نجيب حاجه نبدا ندهن بيها الصاب بتاعتنا عشان نطلع الاطباق اللي احنا عايزينها. طيب نجيب عندنا رقم واحد الخس وحاجاتنا كلها زي ما شايفينها. هجيب الكاتشب المايونيز المستردة طبعا، اكيد انا دايما ضدهم بس ليهم يوم، فلازم برضو ما ننساش. بص الشاوي بتاع العيش ده فين الصوص الثالث؟ تمام زي الفل. ده كده خلاص هبدا اجيب عندي اللقمه وهجيب عندي حبه مايونيز اهو كده ماشي الكلام، وحبه خس مقطعين حلوين كده في الشياكه مش كتير، ما نطلعش بره الطبق. فلفليه خضراء ظريفه، طماطمايه سلايز مش كتير عشان ما نحسش احنا بنطبخ، خيار مخلل اهو كده حلو الكلام، حته لحمه او حته فراخ، ادي حته اللحمه ماشي الكلام مظبوط كده، وادي عندي كمان حبه مشروم على الوش بالشكل الجميل ده اهو ماشي الكلام. اكيد مش هينفع نحط بيض، هو حاجه لا مشروم لا اما بيض، لو عايزين نحط جبنه يبقى اكيد طبعا الجبنه احلى اهي، تتباع في السوبر ماركت جاهزه ما فيهاش اي حاجه خالص كده، وراح اعمل كده. وممكن لو عايز ادخله الفرن لمده ثواني يسيح او هيسيح على سخونيه الهمبرجر. ده كده تمام حلو الكلام كده، واخد الطبق وراح برايح بيه على الطبق ده كده، وراح مجهز عندي اي نوع من انواع البطاطس او الشيبس اللي موجودين اهو. ده كده همبرجر بالمشروم والجبنه، ده واحد حلو الكلام. طيب ده خلاص كده نطفي عليه، شد طلعه جنب اللحمه اهوت كده تمام. تعال نعمل سندوتش كمان فراخ، اللقمه برضو ندفيها شويه حلو الكلام، ونفس التركيبه لو انا عايز امشي عليها اي حاجه انا عايز امشيها، بس ممكن اغير الصوص او اغير اي حاجه انا عايز اعملها. هجيب عندي كده معلقه واحده من المستردة من مايونيز، هدهن بيها كويس حلو الكلام، واجيب عندي حبه خس، قلب الخس زي ما حضراتكم شايفين شكله حلو جدا وصحي والتمام التمام. اجيب عندي فلفل اصفر اخضر اي حاجه انا عايزها، بصل لا، طماطم ماشي، ونحط كمان زيتون في النص، ما دام حطينا زيتون يبقى مش هحط خيار عشان يبقى ده طعم ورطعم، ممكن بصلية واحدة لو حبينا مش مشكلة، ده للفراخ. وكمان ايه تاني؟ ممكن عايزين نحط مشروم نحط، مش عايزين خلينا نحط كده تمام مش مشكلة على كده زي الفل، دي للفراخ اهي حلو الكلام. هاجي الناحية التانية احط لها جبنة، انا بحب الجبنة مع الهمبرجر الفراخ تفرق كتير في الطعم كده اهو. بص في ثواني هتلاقيها مش سامعك انت طايم وانا طايم خلاص تمام ماشي الكلام. ده كده برضو، وممكن نحط عليها لو حبينا ممكن بيض لو حبينا في ايدينا. كده مثلا كده، ونحط ماشي خيار برضو مش هيقول لا. وادي اللقمه الاخيره وتمام التمام، ساندوتش همبرجر بالزيتون والجبنه وكمان بطاطس حروف، ده كله في ايدينا يعني مفيش اي حاجه تمنعنا خالص ان احنا ممكن نعمل طبق ساندوتش بطاطس وبتاع والحركات ماشي الكلام. طيب نعمل ايه كمان؟ نجيب ساندوتش تاني، لقمه تانيه ندفيها على السريع، ونعمل ساندوتش جبنه وبيض مع همبرجر، جبنه وبيض مع همبرجر. ادي العيش اتلمع، معلقه انيس وش وظهر بقى نوت عشان ايه نغير، نحط معلقه كاتشب تمام حلو الكلام. نجيب الخس في البدايه كل الاساسيات الخس بتاعته حلو الكلام، ونجيب البيض في الاول كده، الخيار حلو الكلام، والجبنه عشان نحط عليه حته اللحمه السخنه ويبقى عندي الموضوع سايح طبيعي في طبيعي كده ماشي الكلام. وكمان نحط عليها فلفل اخضر بلاش طماطم وخس تمام، وممكن نحط خاصيه كمان من الحمراء دي تبقى لونها حلو، ونجيب حته ممكن نحط حته لحمه كمان، ممكن نعمل ضعف لو حبينا، لو عايزين نعمل تاني
حته جبنه ثانيه على الوش، نعمل سندوتش دبل في ايدينا برده، فرق بينه حته جبنه بس. كده ماشي الكلام، مش سامعك انت كده اوفر. ماشي يعني مالك، ايه المشكله ما تبقى اوفر يوم يعني. وادي ده واحد كده حلو، نعمل كده ونحط عليه كمان واحده بس كده. ماشي الكلام تمام. فاضل عندي كمان واحد سمك، ده خلاص خلص، ده خلاص خلص. ادي لقمه دفع على السريع، خلاص خلصنا. انا بس بعمل طبق اخير، وممكن كمان نجيب دي نعمل الهوت دوج واحنا شغالين كده. كده خلصنا. ده كده نعمل مايونيز وكمان حبه خس وخيار مخلل. ماشي الكلام. بصلايه حلوه، طماطمايه، الفلفلايه مش سامع. حاضر، ده اخر سندوتش يا استاذ عشان خاطرك انت. وده يطلع على طول مع كمان الشيبس. ماشي الكلام. وفاضل كمان واحد بس لو دوج ده من مره وخلصان، مش هيقول لنا لا يعني. فين اللقمه بتاعتك اهي؟ ادي معلقه مايونيز. ماشي الكلام. وادي الخس، ادي الزيتون في النص كده. ماشي الكلام. وادي الخيار المخلل، وادي الهوت دوجايه. حلو الكلام. وادي عليها كمان مشروم. ده كله في ايدينا ممكن نعمله. ماشي الكلام تمام خلاص. وده كمان كده اهو عشان يبقى زي ما هو. عايزين حاجه تانية؟ عايز ايه؟ حبه كمان 10 دقايق كمان. طيب خلاص 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 تمام. دي كانت حلقتنا النهارده. عملنا سندوتش الهمبرجر، الفراخ، اللحمه، السي فود، الهوت دوج طبعا في النص مشي في الزحمه ما قاليش لا، حبه الخس، حبه التوابل، حبه البهارات، حبه الطماطم، البصل، كل الحاجات دي كلها موجوده في كل بيت وفي كل مكان. نقدر نعمل بربع كميه اللحم اللي شفناها دي او نصها، نقدر نعمل اكثر من طبق واثنين. الشوايه موجوده، الطاسه، الفرن، ايا كان الموضوع، المهم نعمل اكل على مزاجنا. دي كانت حلقتنا النهارده الاربع. بكره ان شاء الله الخميس يوم العزومه. أكلة سعيدة. السلام عليكم.